توقف مراقبون عند تبعات الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة إلى فرنسا هذا الأسبوع واستقباله على أعلى مستوى في قصر الإليزي، خاصة وأن هذه الزيارة كانت هي الأولى من نوعها منذ 17 عاما، كما تساءلوا عن أسباب دخول فرنسا والجزائر في مباحثات حول اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، وتساءلوا على الخصوص عن الجهة التي تستهدف بها الجزائر سياستها التسلحية التي لا تتوقف منذ سنوات طويلة. ولتسليط ضوء أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. أستاذ أهلا بك، يعني ما هي قراءتكم في استقبال قائد الجيش الجزائري على أعلى مستوى في فرنسا، وهذه الزيارة هي الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عاما بعد آخر الزيارة للراحل أحمد قايد صالح في ماي 2006؟ مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة ميديا أن تيفي. لا شك ونحن نتحدث عن نظامين، من النظام الفرنسي والنظام الجزائري، أقل ما يمكن أن يقال عنهما في هذا السياق القاري والدولي بصفة عامة أنهما نظامين أعلنا إفلاسهما في السياسة الدولية. لا شك والكل يتابع بأن فرنسا تعاني تخبطا على مستوى القارة الأوروبية وأيضا على مستوى تواجدها في القارة الإفريقية، والمعروف بأن النظام الجزائري هو نظام طبيعة الحال ولا ينتعش ولا يشتغل إلا مع ارتفاع أسعار الغاز، وبالتالي اليوم يمكن أن ننظر إلى هذه الزيارة وهذا الود المصطنع بين الدولتين من زاويتين محددتين. الزاوية الأولى هي أن فرنسا لم تتجه نحو الجزائر إلا بعدما أعلنت كامل إفلاسها بالقارة الإفريقية، ولم يعد لها من نظام يرتبط بها في هذه القارة، بل أن كل الدول الإفريقية التي كانت تتواجد بها قوات فرنسية هي اليوم تطرد شر الطرد من هذه الدول. من زاوية أخرى، النظام الجزائري يعتبر خائنا للقارة الإفريقية، ففي الوقت الذي كل الدول الإفريقية ترفض التعامل مع النظام الفرنسي على اعتبار أنه يقوم بتغطية حضوره في ساحل جنوب الصحراء ومجموعة من الدول الإفريقية بحجة مكافحة الإرهاب، إلا أنه تبين بالملموس والواضح لجميع هذه الدول بأن النظام الفرنسي هو فقط يستغل المعادن ويستغل خيرات ومصادر ثروة هذه الدول الإفريقية، وبالتالي هي تطرد من دولة إلى أخرى بالأمس الإفريقية الوسطى مالي بوركينا فاسو، واللائحة طويلة. وبالتالي في الوقت الذي تتوحد فيه إفريقيا وفي الوقت الذي شاهدنا فيه زيارة جلالة الملك إلى أكثر من 50 دولة إفريقية تحت شعار تنمية القارة وتنمية الوعي لدى الإنسان الإفريقي، والكل تشبث بموقف المملكة المغربية، نلاحظ اليوم أنه في معاكسة لهذا الاتجاه النظام الجزائري يتجه إلى النظام الفرنسي الذي يعادي الدول والأنظمة بالقارة الإفريقية. الذي يهمنا في الشق الثاني هو أن هذا النظام الجزائري اليوم هو يذهب إلى تسلح أكثر وأكثر لدى الجمهورية الفرنسية المفلسة حتى ماليا، الجمهورية الفرنسية وهي لم تجد أمامها إلا الجزائر لكي تبيعه أسلحتها وخردتها ما تبقى مما لم يعد لديها بعدما غرقت في الحرب الأوكرانية الروسية. اليوم تتجه إلى الجزائر لطبيعة الحال بيع أسلحتها، ولكن الذي يهمنا نحن وهو أن هذا النوع من يعني محاولة جعل الجزائر تستقوي عسكريا بالعتاد الفرنسي يطرح أكثر من تساؤل، ولمن تتسلح الجزائر؟ بطبيعة الحال هذا نعتبره نحن
أن الجمهورية الفرنسية لم تفقد فقط بوصلتها الدبلوماسية والسياسية، ولكنها اليوم كنظام سياسي صارت تفقد البوصلة الكبرى على المستوى القاري. هي تسلح الجزائر، ونحن نعرف العداء الذي يكنه النظام الجزائري للمملكة المغربية، وهي لا تتسلح الجزائر إلا ضد المملكة المغربية. طيب في هذا الجانب أستاذ طارق، تقول بأن الجزائر تتجه الجزائر نحو التسلح، وهذا أمر معروف أنها تركز على هذه السياسة. بنظرك لماذا تركز على سياسة التسلح وبهذا الشكل المفرط؟ الجزائر تركز على التسلح ولا تملك غير منطقي التسلح، نظرا لهوية هذا النظام السياسي العسكري. هو دموي، لا يؤمن إلا بالحروب وافتعال الحروب. بالأمس السابق فقط كان يعتبر بأن الجيوش الجزائرية لا تشارك خارج حدود التراب الجزائري. اليوم سنقف عند هذه الزيارة التي قام بها شنقريحة إلى فرنسا، وسنرى هل هذه الجيوش ستبقى داخل سكنتها بالجزائر أم أنها ستخرج لمساندة الجزائر ضد الأشقاء الأفارقة. اليوم أنا كما قلت، هي الجزائر تعلن خيانتها الكبرى للقارة الإفريقية، للدول الإفريقية، وتشهر سلاحها إلى جانب المستعمر القديم الذي للأسف لم يستطع أن يتحرر من تركة وتبعية الاستعمار. تعتبر بأن الدول الإفريقية هي تابعة تلقائيا لهذا النظام. هذا خطأ، وهذا أعلن عنه جلالة الملك حينما اعتبر بأنه في تصريح له، جلالة الملك محمد السادس اعتبر بأن ليس هناك منطق تابع ومتبوع، بل هناك منطق رابح، بمعنى أن نتقدم بالخير ومقابله يعود الخير للطرف الآخر. اليوم نحن نرى بأن فرنسا تدفع بالجزائر للأسف إلى إعادة خلخلة بنية القارة الإفريقية عبر افتعال بؤر توتر ونزاعات جهوية، ولكن هذا بطبيعة الحال هو غير خافع على المملكة المغربية. المملكة المغربية كدولة ذات مؤسسات ودولة أيضا لها تحالفات دولية قوية جدا، بطبيعة الحال هي تنظر إلى هذه التصرفات إذا صح التعبير بين قوسين صبيانية لنظامين مفلسين وتتابع الأمر. المملكة المغربية دولة قوية، دولة إقليمية قوية، ولها ما من الإمكانات ما يمكن لها أن تكون حاضرة قاريا وأيضا دوليا. وبالتالي نعتبر بأن هذا النظام العسكري اليوم بهذه النوعية من التصرفات في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من أزمات على مستوى الأمن الغذائي وغيره، ها هي ترمي بالأموال والعائدات، الأموال من الغاز في خردة السلاح مرة أخرى. المملكة المغربية لن تتهدد ولن يستفزها ولن يبتزها أي كان، سواء كان قوة دولية سابقة تقليدية بالمنطقة أو النظام الجزائري بطبيعة الحال الذي نخبره عبر عقود من الزمن عبر النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، ونعرف ماذا تعني الجزائر. والأكيد هو أن الدول الكبرى والمؤثرة عالميا تعلم اليوم من هي الجزائر، بما فيها روسيا التي كانت تعتبر الجزائر حليفة لها. اليوم نلاحظ بأن فرنسا تعادي روسيا، وللأسف الجزائر التي كانت تعتقد روسيا بأنها حليف لها هي تتحالف مع فرنسا في توجهات تعاكس موسكو على عدة مستويات وبأبعاد مختلفة. أشرت إلى أن الجزائر لا تملك سوى سياسة التسلح وافتعال الحروب، وهذا الأمر سيهدد القارة الإفريقية. من جانب آخر أستاذ طارق، الرئيس الجزائري كان قد أكد أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتفادي الحرب المباشرة. نريد تعليقك حول هذا التصريح وعن سياقه. دائما الجزائر هي تغرد خارج المنطق الدولي وخارج السياسة الدولية العقلانية، وبطبيعة الحال هي فرضت منطق الحجر على الشعب الجزائري
بافتعالها للأزمة مع المملكة المغربية، ووصلت إلى حد أنها قطعت العلاقات من جانبها هي مع المملكة المغربية، وفي صبيانية متكررة في لضرب هذه العلاقات وعدم السماح للشعبين بتطوير علاقاتهما. وتابعنا في محطات كثيرة يعني بالأخص الرياضية كيف تعاملت مع بدل أن تتعامل بحسن الجوار تعاملت بأساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها خارج المنطق. وبالتالي نعتقد جازمين على أن المملكة المغربية هي بخلاف الجزائر هي دولة ذات مؤسسات، دولة حاضرة بقوتها الدبلوماسية والسياسية على الصعيد على الصعيدين الدولي والقاري. المملكة المغربية لم تعد تعتمد بأي شكل من الأشكال إلا على منطق التنمية الشاملة، ولاحظنا بأن نموذج المملكة المغربية في بناء الدولة الاجتماعية كل دول الأفارقة تنهال منه، أما الجزائر بطبيعة الحال فاقد الشيء لا يعطيه، ليس لها ما تقدمه على مستوى الاقتراحات اجتماعيا واقتصاديا وماليا، إلا أنها ترمي بأموال الشعب الجزائري من النوافذ في شراء للخردة العسكرية استعدادا لحرب وهمية هي في مخيلتها فقط. أما المملكة المغربية هي تحمي حدودها ومستعدة لحماية حدودها. المملكة المغربية مدرسة على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري، لها تحالفات قوية وقوية جدا على الصعيدين القاري والدولي، وبالتالي نحن نتعامل مع الدول المؤثرة عالميا والدول الكبرى بمنطق أننا قوة إقليمية وتتعايش مع الشعوب وتتسامح مع الشعوب، ونحن بعيدين كل البعد عن المنطق الجزائري الذي لا يؤمن إلا بالبندقية وبرصاص البندقية. طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لكم.